انطلاقا من رؤيتها إلى الإعلام ووظيفته ودوره المجتمعي كأداة لمد جسور التواصل وتحفيز فرص الحوار المجتمعي والتفاعل الإيجابي مع الوقائع نحو ترسيخ قيم التعايش في المجتمع العراقي والكردستاني وصولاً به إلى العيش المشترك، رفعت فضائية زاكروس شعارها المصداقية الحوار التعايش. وفي 13 من حزيران عام 2005 وبعد تهيئة كافة الظروف والمستلزمات، وجه الرئيس مسعود بارزاني بتأسيس فضائية زاكروس باللغة الكردية لكي تحمل بين طيات برامجها رفقة فضائية كردستان الخطاب الوطني الموجه للداخل والخارج. وخلال فترة قياسية نجحت فضائية زاكروس في الانتشار وأصبحت في طليعة الوسائل الإعلامية التي يتابعها مختلف شرائح المجتمع العراقي، سيما بعد أن خصصت القناة فترة من بثها باللغة العربية. عام 2017 انضمت فضائية زاكروس إلى قناة فضائية كردستان باللغة العربية لتشكل معاً مؤسسة كردستان الفضائية، ولترتدي زاكروس الفضائية حلة جديدة من البرامج عبر مكاتبها في العاصمة بغداد ومختلف المدن العراقية. تناولت الشأن العراقي في كافة المجالات السياسية والثقافية والفنية إلى جانب المجال الرياضي، حيث قامت بتغطية بطولة كأس الخليج بكرة القدم على أكمل وجه، مكرسة بذلك قيماً إعلامية عليا في المهنية لتتميز وتنفرد في حياديتها السياسية وحرصها على المصلحة العامة. تتحرك قناة زاكروس الفضائية سواء فيما يبث عبر شاشاتها من نشرات إخبارية وبرامج متنوعة أو من خلال معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني المصداقية التامة بنقل الوقائع والأحداث، مبتعدة كل البعد عن الإعلام الأصفر والشائعات أو ما قد يساهم في زعزعة العلاقات المجتمعية التاريخية بين مكونات العراق من تآلف وتحابب وتسامح، مع الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية الجامعة للشعب بعيداً عن محاولات فرض لون واحد أو طغيان على حساب الآخر مهما كان مصدر ذلك. كما تسعى إلى أن تكون في خدمة الحوار سواء بين المكونات الأثنية أو الدينية أو السياسية في العراق أو بين المواطن والمسؤول، ليكون قاعدة للبناء والارتقاء نحو الأفضل بشفافية ومصداقية دون أن تكون في خدمة أجندة معينة أو فئة. كما تسعى إلى توسيع رقعة الحوار نحو توجيه الخطاب إلى الشعوب القريبة والصديقة للشعب العراقي، وإيماناً من التنوع والحاجة المطلقة إليها في بناء وطن سليم ومجتمع متعاف خال من أمراض التعصب والطائفية والمذهبية والولاءات غير الوطنية، ومنعاً من توغل خطاب الكراهية ورفض المختلف، جاء التعايش هدفاً استراتيجياً في لغة زاكروس الإعلامية. إن رؤيته الفضائية نابعة من قيم الشعب الكردستاني الموجودة على هذه الأرض منذ فجر التاريخ إلى جانب إخوته في العراق وعيشهم معاً في السراء والضراء، ويقيناً بأن الاختلاف هو إغناء وقيمة مضافة إلى القيم المشتركة على مبدأ الاحترام والاعتراف المتبادل بالحقوق التي تصونها الشرائع السماوية والدساتير الوطنية للجميع.